صراع القوى العظمى في مجلس الأمن حول تسمية مبعوث جديد يبقي الملف الليبي في متاهة طويلة فمنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 توافد على ليبيا سبع مبعوثين أمميين لتسوية الأزمة إلا أنهم فشلوا في إيجاد سبيل يخرج البلاد من حالة الاقتتال والانقسام إلى تسوية عادلة وإعادة الاستقرار لها على غرار الأردني عبد الإله الخطيب البريطاني إيان مارتن اللبنانيين طارق متري وغسان سلامه، كذلك الاسباني برناردينو ليون، الالماني مارتن كوبلر واخيرا السلوفاكي يانكوبيتش في كواليس مجلس الامن اختلاف في الاراء بين عدد من الدول الاعضاء تحول دون تمكن الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيراش من تعيين مبعوث جديد وسط المنافسه بين الدبلوماسيين، الا ان وسائل اعلام ليبيا كشفت ان غوتيراش ابلغ اعضاء مجلس الامن الدولي بترشيح وزير الخارجيه الجزائري السابق صبري بوقدوم لشغل المنصب، ياتي ذلك بعد التحرك المكثف مع الامم المتحده للدفع نحو اختيار مرشح افريقي لمنصب البعثه الامميه، وحسبها يتمتع بوقدوم برصيد دبلوماسي ثري وهو خريج المدرسه الدبلوماسيه الجزائريه، منه منصب ممثل الجزائر لدى الامم المتحده ومدير مساعد للشؤون السياسيه بها، وقبلها سافرا بعدة دول. لانه ابن المنطقه فهو يعرف الازمه من عمقها، وسبق له ان زار ليبيا والتقى مختلف الاطراف الليبيه، ما سيساعده على المساهمه في الدفع الى حل سياسي للازمه. الجدير بالذكر انها المره الثانيه التي يرشح فيها غوتيراش دبلوماسيا جزائريا لتولي رئيس البعثه الامميه في ليبيا في ظرف عامين بعد ترشيحه لوزير الخارجيه الجزائريه الحالي رمطان لعمامرة.